ما حكم سنة الوضوء لمن توضأ قبيل المغرب؟ سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان قبل المغرب فإنه يصلي سنة الوضوء، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها. خذوا هذا، كل صلاة لها سبب صلها ولو في وقت النهي، مثل سنة الوضوء وغير تحية المسجد، صلاة الكسوف، نعم، صلاة الاستخارة إذا كان يفوت الشيء قبل زوال وقت النهي. فالمهم أن كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. نعم، ذكرناها، تحية المسجد.